هذا هو الدرس 71 من دروس التفسير، وهو الدرس 19 من دروس تفسير سورة النساء، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 100 وتنتهي بنهاية الآية 104. وفيه يقول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. في هذا الدرس عدة أمور ينبغي أن يتعلمها المسلم، وقد نصت الآيات الكريمة على موضوعات شتى. الموضوع الأول منها صلاة القصر للمسافر، والموضوع الثاني منها صلاة الخوف، والموضوع الثالث مواقيت الصلاة، والموضوع الرابع وهو استمرار لموضوعات سبقت حرب الكافرين. لقد تحدثت الآيات التي سبقت عن الحرب والجهاد والقتال والهجرة، وكلها موضوعات تحتاج من المسلم أن يتحرك وأن يضرب في الأرض وأن يخرج من بلده مهاجرا أو مجاهدا. والسؤال هو: هل تسقط الصلاة عن المهاجر وهو مفارد في كل خطوة يخطوها؟ المهاجر الذي ترك بلده ومضى يضرب في أرض الله، هل تسقط عنه الصلاة؟ إنه لو وقف ليصلي ربما لحقه العدو، ربما آذاه، فهل يترك الصلاة؟ والمجاهد المقاتل في سبيل الله سواء أكان مرابطا في وجه العدو أو كان مرابطا على ثغر من ثغور المسلمين أو كان في حالة التحام ونزال، هل يترك الصلاة؟ وبخاصة إذا كان في حالة التحام أو كان في حالة مرابطة، هل يترك الصلاة لهذا؟ وهنا نجد القرآن الكريم يجيب إجابة صريحة أن المهاجر مهما كانت ظروفه لا يترك الصلاة، وأن المقاتل مهما كانت ظروفه لا يترك الصلاة. وهنا نجد القرآن الكريم يضع أسلوبا لصلاة المسافر
ولصلاة الخائف. قال عنها عبد الله بن عباس: صلاة المقيم أربعة، وصلاة المسافر ثنتين يعني ركعتين، وصلاة الخائف ركعة واحدة. إذا هناك صلاة للمسافر وهناك صلاة للمحارب. أما أحكام صلاة المسافر فقد اهتمت بها كتب الحديث وكتب الفقه، شرحت صلاة المسافر وما قيل فيها وما قيل عنه. فتحدثت كتب الفقه عن صلاة المسافر، وهل هناك مسافة معينة للقصر، بمعنى أن المسلم إذا سافر هذه المسافة يقصر الصلاة، أم أنه ليست هناك مسافة للقصر. وقبل أن ندخل في واقع الآيات نجيب على هذا السؤال. الصحيح الثابت أنه ليست هناك مسافة للقصر، لأن الأقوال التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أكثر من 20 قولا، وكل قول منها حدد مسافة معينة. والذين رووا هذه المسافات واختلفوا حولها إنما رووا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد حكى ما رأى، واختلفوا على أكثر من 20 رأيا أو 20 قولا. ماذا نفعل إذا اتسع الخلاف إلى هذا الحد وأصبحت الأقوال أو الروايات أكثر من 20؟ هل نأخذ بهذه الروايات كلها؟ هذا مستحيل. هل نقول إن الروايات تناقضت وتضاربت؟ هذا مستحيل. مستحيل أن تتناقض أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما الذي حدث؟ لا شيء أكثر من أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر لصلاة السفر في عدة مواطن، وكل واحد من الرواة حكى ما رأى، بعضهم قلل وبعضهم كثر. وإذا تضاربت الأقوال فإننا نحتكم إلى العرف، يكون العرف هو مفتينا في هذا، فكل ما يطلق عليه عرفا سفر فهو سفر تقصر فيه الصلاة. وإذا فالصلاة تقصر في كل ما يطلق عليه أنه سفر، قل ذلك السفر أو كفر. السؤال الثاني الذي درسه العلماء حول صلاة القصر هو: ما حكم القصر للمسافر؟ هل هو رخصة أو عزيمة؟ هل القصر للمسافر رخصة، بمعنى أنه حر إن شاء قصر وإن شاء أتم؟ الجواب لا. صلاة السفر عزيمة، وواجب على كل مسافر أن يقصر الصلاة، وليس للمسافر إلا صلاة القصر، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: صلاة المسافر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة العيد ركعتان، تمام غير نقص على ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. هكذا يتكلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو يقول ان صلاة المسافر ركعتين فقط ليست 4، وصلاة الجمعة ركعتين ليست 4، وصلاة العيد ركعتين. ويقول عمر ان هذه هي ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وان من زعم غير ذلك فقد خاب كما يخيب المفتري. كذلك نجد ان امنا ام عبد الله المبرأة عائشة رضي الله عنها تقول: شرعت الصلاة ركعتان ركعتان، اقرت في السفر وزيدت في الحضر. فهي ترى ان صلاة المسافر على اصلها، اما الصلاة التي طرأ عليها التغيير فهي صلاة المقيم، فصلاة المسافر على اصلها وهي ركعتان، اما صلاة المقيم فهي التي طرأ عليها التغيير واصبحت 4 ركعات.
وندخل الى الآية الاولى من سياق اليوم، وفيها يقول الله سبحانه: واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. والمعنى الاجمالي لهذه الآية ان الله يقول اذا ضربتم في الارض يعني سافرتم فليس عليكم جناح، يعني ليس عليكم حرج، ان تقصروا من الصلاة اذا كنتم خائفين من فتنة الذين كفروا لكم وتهديدهم لكم ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وقد اثارت هذه الآية عدة قضايا. القضية الهامة فيها هي قوله تعالى ان خفتم واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم. وعلى هذا الاساس قال بعض علماء الظاهرية ان قصر الصلاة للمسافر لا يكون الا في حالة الخوف، لان شرط القصر في هذه الآية هو الخوف، واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم. وقد ذكر لنا رواة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعلى بن امية سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له ان هذه الرخصة للخائف فقط، فلماذا نقصر وقد امننا، لماذا نقصر الصلاة ونحن امنين وهذه الرخصة انما هي للخائفين فقط؟ هذا السؤال وجهه يعلى بن امية الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليعلى بن امية: لقد شغلني ما شغلك، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه، فقال لي رسول الله، يعني اذا عمر بن الخطاب سأل رسول الله نفس السؤال، ان الله يقول ان خفتم فنحن امنون اذا لا نقصر الصلاة. سأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة كيف نقصر وقد امنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة الله. اذا هي صدقة من الله سبحانه وتعالى تصدق بها على هذه الامة. ويعجبني رأي ذهب اليه ابو بكر الجصاص في تفسيره لاحكام القرآن، حيث قال ان حكم قصر صلاة المسافر للآمن يؤخذ من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل صحابته، فهو صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم قد قصروا الصلاة وهم مسافرون آمنون. اذا يؤخذ حكم قصر الصلاة للمسافر الامن من غير هذه الآية، واما هذه الآية فانها للمسافر الخائف يقصر فيها الصلاة. وقال ابو بكر بن الجصاص ان قصر الصلاة هنا ليس قصرا في عدد الركعات فقط، بل وفي حركات الركعات ايضا، وفي حركات الركعات ايضا. فاذا لم تستطع ان تصلي وانت جالس تستطيع ان تصلي وانت راكب، او تستطيع ان تصلي وانت ماشي، كما جاء في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. واذا ضربتم في الارض، لم يقل هنا كما قال من قبل واذا ضربتم في سبيل الله، وانما قال في الارض، لان هناك كان الحديث عن القتال، والقتال لا يكون الا في سبيل الله، فلا قتال على الاطلاق مشروع الا في سبيل الله. اما هنا فان الضرب في الارض السفر مطلقا قد يكون في سبيل الله هجرة او قتال، وقد يكون للتجارة او للزواج او لعرض من اعراض الدنيا. واذا القصر يكون ولو كان السفر ليس في سبيل الله وانما للتجارة، لان الاية اطلقت واذا ضربتم في الارض
فليس عليكم جناح ان تقتروا من الصلاة. فهم الامام الشافعي رضي الله عنه من قوله تعالى فليس عليكم جناح ان تقتروا من الصلاة ان قصر الصلاة رخصة، لان الله يقول ليس عليكم جناح، ورفع الجناح لا يؤدي الى الفرضية او الوجوب كما يقول ابو حنيفة، وانما يؤدي الى الرخصة. فليس عليكم جناح. والصحيح ان قوله تعالى ليس عليكم جناح ان تقتروا من الصلاة ازالة للشبهات التي قد تحيك في صدور كثير من الناس حول قصر الصلاة، وما زالت هذه الشبهات موجودة في زماننا، فكثير من المسافرين لا يقصرون الصلاة بحجة انهم خائفون او انهم مرتبكون او انهم تعودوا ان يصلوا الصلاة تامة، ولو علموا ان رضا الله سبحانه في الصلاة المقصورة لقصروا الصلاة. ولذلك كان قوله تعالى وليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة تعليم لهؤلاء ان رضا الله سبحانه بالنسبة للمسافر انما هو في الصلاة المقصورة وليس في الصلاة التامة. ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. الآية الثانية من سياق اليوم وهي خاصة بصلاة الخائف، كيف يصلي الناس صلاة الخائف. اما كيفية صلاة الخوف فقد وردت فيها 17 رواية 17 رواية. وقال الامام ابن القيم رحمه الله انما رد هذه الروايات كلها الى 6 روايات، والزيادات كانت من فعل النقلة، نقلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبدو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف باساليب شتى تسهيلا على الامة، وان كل انسان يصلي حسب ظروف الخوف. فاذا كان العدو في جهة القبلة يكون هناك اسلوب معين للصلاة، واذا كان العدو في ظهر القبلة كان هناك اسلوب معين للصلاة، واذا كان المسلمون في حالة مرابطة فقط وليست حالة قتال تربص فقط فانهم يصلون باسلوب، فاذا كانوا في التحام يصلون باسلوب اخر. ولهذا اختلفت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسلوب صلاة الخوف. تبدأ الآية الثانية بعد 100 هكذا واذا كنت فيهم، والكلام موجه الى الرسول صلى الله عليه وسلم، واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. يقسم الجيش اثنين، الاسلوب الذي رواته الآية ان الرسول يقسم جيشه الى جزئين فيصلون ركعتين، يقف الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي به الامامة، ثم يجيء النصف الاول من الجيش فيصلي وراءه ركعة واحدة، ثم يبقى الجزء الثاني مرابط في وجه العدو، وبعد ان يفرغ الجزء الاول من صلاة الركعة يذهب الى وجه العدو، ثم تأتي الطائفة الاخرى فتصلي ركعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتم الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال هو هل هذا الاسلوب خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذهب كثير من علماء الظاهرية الى هذا، وقالوا ان هذا الاسلوب خاص برسول الله فقط، لان الناس يحبون ان يصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع كل واحد منهم ان يتخذ اماما يصلي وراءه. واستدلوا بقوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. والصحيح الثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو امام هذه الامة، وينوب عنه صلى الله عليه وسلم في امامة هذه الامة كل امير جاء بعده، فالامراء الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في الصلاة حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يحرص القرآن هذا الحرص على توحيد الامامة حتى في وقت الفزع والخوف؟ لان الله سبحانه وتعالى لا يريد ان يترك للناس فوضى اختيار الائمة
واختيار الأمراء حتى لا يختلفوا ولا يتنازعوا فيختلوا وتفاد ريحهم، إنما هو إمام واحد حتى ولو كان في حالة اشتداد الخوف. فما بالك في الناس الذين يعيشون في سلام أو يعيشون في مسجد واحد ثم يتخذون مجموعات من الأئمة. أنا أعلم أن هناك مساجد يصلي فيها أكثر من إمام واحد في وقت واحد، هذه ليست صلاة وإنما هو عبث. إن الإسلام يدعو أتباعه إلى أن يتوحدوا حتى في المساجد، فمعروف أن صلاة الجمعة لا تصلى إلا في المسجد الجامع. فإذا كان هناك مسجد كبير في مكان ما وتجمع فيه الناس، فإن كل الزوايا الصغيرة أو المساجد الصغيرة تغلق أبوابها ثم تصلي في جماعة المسلمين. هذا هو الأسلوب الذي اعتبره الإسلام، ولهذا قام ما يسمى في الشريعة أو في الفقه الإسلامي بالمسجد الجامع الذي يجمع صفوف الموحدين. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سردوا فليكونوا من ورائكم، فليكونوا لهم الجماعة الأخرى المرابطة للحراسة فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. شيء عجيب في تعبير القرآن، في المرة الأولى يقول يأخذوا أسلحتهم فقط، وفي المرة الثانية يقول يأخذوا حذرهم وأسلحتهم. معه؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. في الأول قال يأخذوا أسلحتهم فقط، وهنا يقول يأخذوا حذرهم وأسلحتهم. لماذا؟ في الأول حينما وقف المسلمون للصلاة كان العدو يتصور أن هؤلاء اصطفوا للقتال ولم يصطفوا للصلاة، فلما حدث السجود وتبين للعدو أنهم لم يقفوا للقتال وإنما وقفوا للصلاة فربما انقض عليهم، ولذلك كان الجزء الثاني أو الركعة الثانية لابد أن يأخذوا فيها قبل الأسلحة الحذر، لأن العدو رآهم واطلع عليهم وعلم أنهم لم يقفوا للمرابطة وإنما وقفوا للصلاة، ولذلك جاءت الآية وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وهنا نجد القرآن الكريم لا يأمر المقاتل بأخذ السلاح فقط، وإنما يأمره قبل السلاح بالحذر، فالحذر قبل السلاح، والحذر شيء يتخذ مثل السلاح تماما. فإذا كان الله يأمرك أن تتخذ السلاح فهو يأمرك أيضا أن تتخذ الحذر، تحذر، تترقب، تكون نبيها ذكيا واعيا، تتجسس، تتخابر، تعرف كل شيء عن عدوك. يأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. أمنية الذين كفروا التي يتمنونها أن تغفلوا، أن تناموا، أن تذهلوا، أن تتركوا أسلحتكم، أن تتركوا أمتعتكم، طعامكم وشرابكم، فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. لو أنك كنت مريضا أو كنت في حالة مطر ويضرك حمل السلاح، أو إذا استعملت السلاح حملت السلاح في ذلك الوقت وأنت تصلي، ربما كان هذا ضررا للسلاح نفسه بأن يتعرض للوحش أو يتعرض للمطر فيفسده ذلك. لا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. تصوروا، إن الله سبحانه وتعالى يكرر الأمر بالأخذ بالحذر في الوقت الذي يفضي فيه إلى المسلمين أنه أعد فعلا للكافرين عذابا مهينا، فيه إهانة لهم،
هذا قضاء ثبت ان الكافر سيهان، سيعذب عذابا مهين بالهزيمة، سيهزمون حتما وتذهبون الى سقر حتما. جمع هذا بالرغم من ان الله سبحانه وتعالى سيهزمهم حتما، لكن هذا لا يعطيك من القيام بمهمتك، وهي ان تأخذ حذرك وان تأخذ سلاحك. لابد ان تأخذ الحذر والسلاح بالرغم من ان الله سبحانه اعد للكافرين عذابا مهينا. هذه التشريعات العظيمة سواء بالنسبة لصلاة المسافر وبالنسبة لصلاة الخوف تعطينا فهما دقيقا عن منزلة الصلاة في الإسلام. فالصلاة في الإسلام لها مكانتها، ولا يعطي الله منها حتى في حالة الالتحام وفي حالة القتال، فالإنسان لا يعطى منها حتى في هذه الحالات السبيلة. وشيء آخر ينبغي أن نفهمه من هنا، نفهمه من هذه الآية، هو أن الصلاة سلاح من أسلحة المعارك. فالصلاة سلاح، ولو لم تكن الصلاة سلاح من أسلحة المعركة لما أمر الله سبحانه وتعالى بها. فإذا كان الله يأمر بأخذ الحزب وبأخذ السلاح، فإنه أيضا قبل ذلك يأمر بالصلاة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخر الآيات. أقول ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الثالثة بعد المئة: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الآية تعلمنا كيف ومتى نذكر الله. قال عبد الله بن عباس عن شريعة الذكر: إنها شريعة سامية. وأن الله سبحانه وتعالى لم يقيد هذه الشريعة بعدد، وإنما أطلقها للناس. ثم إننا نجد آيتين متشابهتين في القرآن الكريم، هذه واحدة، وآية أخرى في سورة آل عمران، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آية سورة النساء تحدثنا عن الذكر في الحرب، الذكر في الحرب، يذكرون الله قياما، يذكرون الله قعودا، يذكرون الله على جنوبهم. متى يكون الإنسان قائما وهو في الحرب؟ حينما يكون ملتحما والصفوف ملتحمة. ومتى يكون قائدا؟ حينما يكون او يدبر لعدوه خطة او يرسم خطة. ومتى يكون نائما؟ حينما يكون صريعا او جريحا. هذه حالات الانسان المجاهد، وهو في هذه الحالات سواء اكان قائما يحارب او قاعدا يدبر او نائما يلفظ النفس الاخير، مطالب بأن يذكر الله سبحانه. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. في سورة آل عمران نجد أن الكلام موجه للإنسان في حالاته العادية، الإنسان العاقل. الإنسان العاقل يذكر الله في أحواله، أيضا أحواله الثلاثة، لأن الإنسان لا تتعدى أحواله هذه الثلاثة، لأن الإنسان إما أن يكون قائما وإما أن يكون قاعدا وإما أن يكون نائما. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وهم في أعمالهم وقعودا وهم في مجالسهم وعلى جنوبهم وهم في استعداد للنوم أو قد استيقظوا للنوم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون. فلا يعطى من الذكر إلا المجانين،
العقلاء دائما يذكرون، اما المجانين فهم الذين عفى الله عنهم وسقط عنهم التكاليف، فالتكاليف قد سقطت عن المجانين. اما ان يقول ذاكروا الصوفية عن انفسهم مجانين ولكن على اعتابنا سجد العقل، فهؤلاء قد سقطت عنهم التكاليف، لان التكاليف لا تكون على مديون، وهؤلاء المجانين قد خلقوا لنا انواعا من الذكر اطلقوا عليها هذه التسمية جهلا وغباء، وهي ليست ذكرا وانما هي كفر، اطلقوا على رقصاتهم ودقات طبولهم ولياليهم الساهرة وصواريهم المرتفعة، اطلقوا على حلقاتهم المشبوهة المليئة بالحشيش والمخدرات، اطلقوا على هذا كله انه ذكر. اذا كان هذا ذكرا فما هو الكفر وماذا يكون الكفر؟ ان الله علمنا ان ذكره يكون للعقلاء، انما يتفكر اولو الالباب، فاولو الالباب هم الذين يتفكرون، واولو الالباب هم الذين يذكرون الله ولا ينسونه ابدا. وذكر الله في الحروب، هل راى الصوفية ان ذكر الله يكون في الحروب؟ هل يعلمون ان الله امر من يريد ان يذكره ان يذكره في معارك الاسلام؟ فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لم يقل لهم تصعلكوا في الشوارع وتسكعوا في الشوارع ثم قوموا بحفلات هستيرية مجنونة في الطرقات وقولوا ان هذا ذكر لله، انما علم الله المجاهدين كيف يذكر الله وهم لم يجاهدوا، وانما صدوا عن الجهاد وتآمروا ضد المجاهدين، ثم بعد ذلك يدعون ان ما هم فيه ذكر، والحقيقة ان ما هم فيه كفر، بل هو شيء احق من الكفر، لان الكفر اليوم اصبح كفرا نظيفا، لكن هذا كفر قدر، كفر لا يمكن ان يتنى بحال. فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فاذا اطمأننتم وزال الخوف وزال السفر واصبحتم امنين مقيمين في بلادكم، فاقيموا الصلاة، اقيموها كما علمكم الله. الفجر ركعتان، الظهر اربع ركعات، العصر اربع ركعات، المغرب ثلاث ركعات في السفر وفي الحضر، العشاء اربع ركعات، هكذا اقيموا الصلاة. ودائما الحديث عن الصلاة بالاقامة، لان الله لا يقبل الا صلاة مقامة، مقامة يعني ماذا؟ يعني مستقيمة نظيفة كاملة الاركان، كاملة الخشوع، كاملة الخضوع، كاملة الاتباع الى الله سبحانه. فاقيموا الصلاة، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتاب موقت فرض، له اوقاته، للفجر وقته، للظهر وقته، للعصر وقته، للمغرب وقته، للعشاء وقته، وتحديد هذه الاوقات ليس لنا وانما هو لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فالله هو الذي حدد ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ هذه الاوقات. التلاعب بهذه الاوقات غير مجد، ورفض هذه الاوقات غير مجد، والخروج على هذه الاوقات غير مجد. ولذلك قال جمهرة من العلماء الفاهمين ومن السلف الصالحين، قالوا انه لا قضاء للفوائت في الاسلام، لا تقضى الفوائت، فايما رجل فاتته صلاة فانها لا تقضى، لان الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة كتابا يعني فرضا موقوتا، فاذا ضاع الوقت فهل تستطيع ان تعيده؟ يعني هل تستطيع الان ان تقف لتصلي ظهر يوم مضى في العام الماضي؟ كيف اتيت به اليوم وفي ظهر ذلك اليوم؟ ان يومك مر بما فيه من عمل، وانك واهل الارض جميعا لن تستطيعوا اعادته. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. واخر درس اليوم هو قوله تعالى في الآية الرابعة بعد المئة، ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يعلمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. هذا هو جماع دروس القتال في الاسلام،
جماع دروس القتال محدد في هذه الآية الصغيرة. لماذا يخاف المسلمون من لقاء عدوهم؟ حينما ندعى لقتال عدو من أعداء الإسلام نجد جماعة مرتبكين خائفين مترددين. لماذا تخافون؟ الحرب مشقتها كبيرة، الحرب أضرارها الاقتصادية لا تحتمل، الحرب أضرارها على الأبدان لا تحتمل، الحرب تحيل ليالينا سوداء معتمة، نحن لا نريد الحرب. شيء عجيب. وعدوكم لماذا يريد الحرب؟ عدوكم يعرف هذا جيدا، يعرف أضرار الحرب على الاقتصاد وأضرارها على الأبدان وأضرارها على العمران وأضرارها على السكك، يعلم هذا كله، ومع ذلك هو يحارب. لماذا يحارب هو وتدبن أنت؟ إنما لو وازنا الأمور نجد أنك وهو متساويان في تحمل مشقات الحرب. يقول ربنا ولا تهدوا، يعني ولا تضعفوا في ابتغاء القوم، يعني في طلب عدوكم. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. إذا كان في مصائب بتحل بيك هناك مصائب تحل بيك، لكن كفتك الأعلى، كفتك الأرجح، أنت الأقوى. ليه؟ وترجون من الله ما لا يرجون. أنت تنتظر الشهادة لتكون بطلا لتدخل الجنة. هو ليس عنده شهادة ولا جنة، إنما عندك أنت الشهادة والجنة. الألم تساوى بينك وبينه، أنت تزيد في أنك تنتظر الجنة وتريد وجه الله. واسمعوا نص الآية مرة ثانية، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. وبهذا ينتهي درس اليوم أيها